حفظ العالمين قعدوا يدوروا يعملوا لنا ايه جديد عشان البلد ينحل ينصلح حالها والبطلت والكهرباء تبطل تقطع. فوزير الاسكان الجديد ملك من الممكن ان يحولوا مدينه العالمين لمحافظه مستقله. ايه رايك في الخدمه؟ ايه رايك في التفكير خارج الصندوق؟ اسمع من السيد الوزير وزير الاسكان الجديد. هل يمكن ان تحول مدينه العالمين الى محافظه مستقله؟ طبعا هي مدينه العالمين الحقيقه دلوقتي تابعه لمحافظه مطروح، لكن مع هيئه اخت العمرين الحقيقه احنا بنحط رؤيه كامله للمنطقه او الاقليم ده كله بالكامل، بحيث ان احنا نعمل اعاده توزيع وممكن طبعا في وقت من الاوقات يعني تستقل كمحافظه مستقله. طيب هم ما عندهمش رؤيه لحاجه، هم دلوقتي حتى بيفكروا عندهم افكار بيقولها او بيصرح بيها رئيس سيتي ايج، بيقول لك عندنا افكار وفكر سياحي في التخطيط لمدينه العالمين عايزينها تشتغل طول السنه، لان هم عارفين انها ما بتشتغلش طول السنه وبتشتغل شهرين وكل عام وانت بخير. عارف المشكله في ايه عزيز المواطن؟ ان مدينه العالمين دي اتصرف فيها مليارات من فلوس حضرتك جت بالدين، وحضرتك بتدفع كل شهر كل طلعه شهر بتدفع اقساط الديون دي وبتدفع فوائد الديون دي عشان يبنوا مدينه العالمين الجميله الكبيره اللي بيستخدموها شهرين ثلاثه في السنه، وما عندهمش وجهه نظر ولا عندهم خطه ولا عندهم فكره بعد ما جابوا الفلوس وعملوا ده كله يستفيدوا بيها ازاي. كتب ده وعبر عنه برضو الكاتب الصحفي انور الهواري اللي قال لهم الكلام اللي هتشوفه معايا ده، قال لهم يعني تعملوها وتبعزقوا فلوس الشعب فوق الرمل بعد كده تفكروا ازاي تشغلوها، انتم عبقرة هذا الزمان وكل زمان. اي والله يا استاذ انور عبقرة جدا، عبقرة قوي، عبقرة بشكل وحش.